كيما راكم تشوفوا الشيرات هنا راني قطعت قدامكم مورسو. شوف كيفاش تجي من الداخل معمره بالفرماج كيما راكم تشوفوا. نتمنى تجربوها. السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم ام جمال. اليوم جبت لكم وصفه جديده ان شاء الله تعجبكم. هنايا هذه الوصفه سهله في التحضير ومقاديرها بسيطه. شنو نحتاجوا في هذه الوصفه؟ عندنا هنايا نص كيلو تاع فيون داشي، عندنا حبه بصل مقطعتها هنايا دي مكسو صغار، عندنا زوج سنات تاع ثوم، عندنا هنايا زعتر، حبه بيض، فرماج، ولي زيبيس على حساب ما كل واحد شي يبغي لي زيبيس. انا هنايا عندي الكركم وفلفل الكحل والكمون وسكر الجبير وراس الحانوت والحمار ولا شابليغ. نبداو على بركه الله. شنو نحتاجو هنايا؟ عندنا هنايا ريسيبيون نديرو فيه هذاك الفيون داشي تاعي، وعندي هنايا كيما قلت لكم حبه بصل قطعتها مربعات صغار، وزوج سنين هنا تاع ثوم كيما راكم تشوفوا هكا. لي زيبيس وكل وحده اش تبغي لي زيبيس، كاين لي يدير غير فلفل الكحل والملح، انا نبغيها شويه متبله. وندير لها قسم مغرف تاع لا شابليغ كيما هكا. نزيد هذاك الزعتر نفتو كاع هنايا، وعندي هنايا حبه تاع البيض كيما راكم تشوفوا. شنو ندير هنايا؟ نخلط كلش، نزيد شويه تاع الملح، ما نساوش الملح تاعنا، ملحوها عادي كيما راكم تشوفوا. هنا نستعين بيدي هذه الوصفه بزاف بنينه، بالخصوص زعما في وقت الصيف تجي هايله وتحمر الوجه. انا تعجبني غوسيت مختلفه على لي غوسيت الاخرين وطريقه جديده كيما راكم تشوفوا. هذاك البصل خليته انا اكسبري كيما هكا باش يعطي البنه تاعو. كيما راكم تشوفوا نخلي فيون داشي هنايا على جهه لا باتي، نحلها غير بشويه كيما راكم تشوفوا. كيما راكم تشوفوا لا باتي راني حليتها، نحلها غير بالسياسه. انا هنايا نقسمها على زوج كيما هكا. شنو ندير هنايا؟ انا لاباتي كيما شتوني نقسمتها على زوج. شنو ندير هنايا؟ عندي شويه تاع ما نديرها كيما هكا بالبينسو، نديرها غير شويه تاع ما باش تلزق لي في لاباط الزوجه. فوالا غير كيما هكا، ونجيب هذه فوق هذه. ونزيد نسي نضغطها مع خوتها. ونخليها هنايا على جهه كيما قلت لكم. هنا لا فيون داشي انا هنايا راني خليتها شويه ريحت، نجيب نحطها هنايا في الورق الطهي. كيما شفتوا معايا هنا شيلات، انا زدت حليتها كيما راكم تشوفوا هكا مربعه مستطيله فيتو. نسي نديرها كاع كيف كيف. هنايا اش عندي؟ عندي فرماج شيدر نحطو هنايا، كيما راكم تشوفوا معايا هنايا. شنو ندير؟ نسي نديرها رول. كيما راكم تشوفوا هكا، نسي نضغط عليها
في الجوانب باش هذاك الفرماج ما يخرجليش. انا هنايا اش ندير لها، نحطها في لابلاك تاعي نطيبها، راكم طيبها قدامكم كيما راكم تشوفوا معايا. هنايا انا جبت لابلاك تاعي باش نوريكم كيفاش نطيبها. ندير لها شويه تاع زبده غير كيما هكا بالبانسو، ونحط هذيك لا فيوند هاشي اللي وجدتها معاكم كيما هكا كيما راكم تشوفوا فيها. نخليها طيب الكوتي اللي طيب منه، نعاود نقلب وراك نوريكم كيفاش نوجدو. كيما راكم تشوفوا هنايا الشيرات راهي طابت لي انا غير الكوتي، نقلبها كيما هكا غير بشويه ونخليها ثانيك تزيد طيب على هذاك الكوتي. كيما راكم تشوفوا هنايا الشيرات، هنا انا عندي الحلال نديرلو كيما هكا نغلفه. شندير هنا نربط لاباط سيفيوتي تاعي اللي كنت وجدتها معاكم، ونحطها فوق هذاك الحلال. كيما راكم تشوفوا الشيرات، انا يقبط هنا البلاط تاعي، درت فوق هذيك لاباط. عندي هنا حبه بيض، انا عندي هنايا حبه البيض، ندهن الوجه تاع لاباط. وندخلها للفور على 180 درجه 20 دقيقه، ونعاود نوريها لكم من بعد ان شاء الله. كما راكم تشوفوا معايا هنا الشيرات لاباط تاعي، كما راكم تشوفوا هاني هذا وين قلحتها من الفور، نخلوها تبرد شويه. كما راكم تشوفوا كيما هكا انا هنايا قليت شويه تاع بصل، نديرو في لو فون كيما هكا. درت لها شويه تاع بصل كيما راكم تشوفوا هنايا الرولي تاعي تاع فيون داشي هذا وين قلحته من لابلاك. نربدها غير بشويه ونحطها في لي لاباط تاعي. نقبض البصل اللي بقالي، ونقبض المايونيز تاعي. هذه على حساب الاختيار، كاين اللي يبغي المايونيز، كاين اللي يبغي لا مورتارد، الكاتشوب. انا ندير غير شويه كيما هكا، نزيد شويه كاتشوب. ونقطعها قدامكم. هاي الوصفه تاعي انا هنايا واجده، نقطع معاكم هنايا مورسو، كيما راكم تشوفوا الشيرات هنا راني قطعت قدامكم مورسو. شوف كيفاش تجي من الداخل معمره بالفرماج كيما راكم تشوفوا. نتمنى تجربوها، واذا عجبتكم الوصفه ما عليكم تضغطوا غير على زر الاعجاب، واللي ما انضمتش لقناتنا تنضم ودير اشتراك وتفعيل الجرس. والى الملتقى ان شاء الله.